بهذا النادي الأهلي نجح في فك الحصار على الملك فاروق في إطار دوره الوطني أو في إطار يعني موقفه المواقف الوطنية. خلال القرن العشرين خاضت مصر حروب كتيرة لتحرير أراضيها، والأهلي جزء من مصر. نشأته الوطنية على يد رجال وطنيين عاشقين لمصر كانت الدافع الدائم لقرارات قوية تساند جيشنا العظيم. في كل الحروب اللي خاضتها مصر في 70 سنة الأخيرة كان للنادي الأهلي دور واضح، وأولها حرب 48. تطوع شباب النادي الأهلي ولقياه التدريب داخل النادي الأهلي بقرار وتحت رعاية ومنظور النادي الأهلي، لدرجة أنه سقط منهم شهداء. بعضهم استشهد في هذه الحرب، وطبعا دفع حياته ثمن هذا النضال. وقرر مجلس الإدارة في ذلك الوقت أنه يعمل لهم لوحة تذكارية بأسماء الشهداء الذين سقطوا في هذه الحرب. في 25 يناير 52 طلب القائد الإنجليزي القوات الاحتلال البريطاني بمنطقة القنال من ضباط الشرطة المصريين في الإسماعيلية تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية. مأمور اسم الشرطة وضباطنا البواسل رفضوا. القوات البريطانية حصرت مبنى المحافظة وأمطرته بالرصاص. استشهد 56 شرطي و73 جريح، ودمروا كمان بعض القرى المجاورة لمدينة الإسماعيلية. كان موجود في مصر في الوقت في هذا التوقيت فريد بيري، بطل التنس العالمي، بطل بطولات الجراند سلام. ففي الوقت ده كان المفروض هيعمل حفلات المباريات الاستعراضية في النادي الأهلي. منعوا النادي الأهلي من عمل هذه المباريات، وأبلغ أنه حضوره غير مرغوب فيه تضامنا مع أهالي شهداء الشرطة في الإسماعيلية. كان في إدوارد جونز مدرب الفريق القومي وهو رجل إنجليزي اعتاد التردد عن النادي الأهلي. فتاني يوم من هذه الواقعة داخل النادي الأهلي فقابله أعضاء النادي الأهلي بغضب وسخط ورفض، وتضامنا مع من سقط من شهداء أهالي الإسماعيلية وقراها أرسلت له رسالة واضحة: وجودك في النادي الأهلي أصبح غير مرغوبا فيه من هذا اليوم.